بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين أيها الأحبة في الله حديث اليوم عن موضوع زكاة الفطر أو صدقة الفطر مرت الأيام الماضية وعدناكم أننا إن شاء الله سوف نخصص لذلك حديثا وها هو اليوم زكاة الفطر كما تعلمون هي فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول شيء سميت بزكاة الفطر أو صدقة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان لذلك نصبت هذه الصدقة وتلك الزكاة إلى الفطر فسميت بصدقة الفطر أو زكاة الفطر وزكاة الفطر ما يدل على فرضيتها عموم القرآن وصريح السنة وإجماع أهل العلم قيل في تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى من التفاسير التي ذكرها أهل العلم قيل قد أفلح أي نجح وفاز من تزكى أي تطهر وطهر نفسه من الشرك والكفر والمعاصي الإنسان كما هو بحاجة إلى أن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسات أو ما يعلق فيها من الأوساخ أنت إذا توسخ الثوب ذهبت به وغسلته وطهرته ونقيته من الأدناس ومن الأوساخ كذلك النفس هي بحاجة لأن تتطهر وكيف تتطهر الأنفس يكون ذلك عندما يبتعد الإنسان عن الكفر وعن الشرك وعن الرياء وعن المعاصي فيفعل ما يأمره الله تبارك وتعالى به وينتهي عما نهاه عنه وقيل بتفسير الآية قد أفلح من تزكى فسروا ذلك بزكاة الفطر أما بخصوص السنة فقد جاءت روايات كثيرة جدا عند أهل السنة وفي الصحيحين وروى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وغير ذلك من الصحابة الذين رووا الأحاديث أحاديث زكاة الفطر وصدقة الفطر قال ابن عمر وقال ابن مسعود وغيره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفي رواية صدقة الفطر فهذا دليل صريح بفرضيتها بل ونقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم الإجماع إجماع العلماء
على فرضية الزكاة فقال عليه رحمة الله وأجمعوا على فرضية زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وقال أيضا وأجمعوا على أن المرأة يخرجها إذا استطاع على نفسه وعلى أهله وأولاده ممن لا يملكون المال. فالمعني بذلك هو الرجل وهو رب البيت وهو القائم على أموره وعلى النفقة، فهو المعني بذلك. أما إذا استغنى أحد الأولاد وكان عنده مال يصبح بذلك مسؤولا عن نفسه فيدفع زكاة الفطر عن نفسه. الشاهد أيها الأحبة أن زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي واجبة بدليل القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. زكاة الفطر ما الحكمة من فرضيتها؟ لماذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هي واجبة؟ تعلمون أن الصائم أيها الأحبة في أيام وليالي شهر رمضان قد يخرج منه بعض الأقوال، أقل هذه الأقوال ما لا خير فيه ولا نفع. ينبغي على المسلم وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة والليالي الطيبة أن لا يخرج من فمه إلا كلاما طيبا، لأن الكلام الطيب هو الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى. السلام ورحمة الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا أردت أن يرفع لك من أعمال لا بد أن تكون أعمال طيبة ومقبولة وصالحة عند الله، وإذا أردت أن يرفع لك أقوال فلا بد أن تكون هذه الأقوال طيبة، وإذا أردت أن تتصدق فلا بد أن تتصدق من مال طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن هناك أيها الأحبة بعض الناس وكذلك في أيام رمضان وفي هذه الساعات والدقائق المباركة التي يجب فيها على المسلم وعلى المؤمن وعلى المرء رجلا كان أو امرأة أن لا يخرج من فمه إلا قولا يرضي الله، وأن لا يعمل إلا عملا حسنا حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منه العمل، وحتى يكون من الذين اغتنموا هذا الشهد الكريم. بعض الناس يخرج من فمه أقوال لا ينبغي أن يقولها، أحيانا تكون أقوال بذيئة يستحي الإنسان يستحي المرء عن ذكرها، كلام فاحش بذيء، وأحيانا يخرج منه كلاما لا خير فيه ولا ينعقد عليه القلب، يعني كلام يخرج منه أحيانا بقصد أحيانا بدون قصد. لذلك جاءت زكاة الفطر أو صدقة الفطر لتطهر الإنسان، كما ذكرنا في بداية الكلام أن الإنسان كما هو بحاجة لأن يطهر ثوبه وبدنه كذلك هو بحاجة لأن يطهر نفسه كذلك من الأوساخ ومن الآثام ومن المعاصي. لذلك أورد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، شو السبب؟ قال طهرة للصائمين من اللغو والرفث. اللغو هو الكلام ما فيه خير ما بينعقد على القلب، والرفث هو الكلام الفاحش البذيء الذي يستحي الإنسان من ذكره، والنوعان يخرجان يعني من كثير من الناس.
فضلا عن الأعمال التي تخرج منها كذلك. فجاءت صدقة الفطر طهرة للصائم، ما جاء من خلل في صيامه أيام وليالي رمضان فإن زكاة الفطر وصدقة الفطر تطهر تصلح ذلك الخلل الذي صدر من هذا المسلم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذه الحكمة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل قبل ذلك، أراد أن يغتني الفقير والمسكين في هذا الوقت، في وقت العيد. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الفقير أن يذهب ويتسول ويسأل الناس حاجته طعامه وشرابه، لذلك فرض زكاة الفطر وصدقة الفطر حتى تخرج أنت بنفسك إلى ذلك الفقير، لا تنتظره حتى يأتي إليه، لا تنتظره حتى يتسول حتى يسألك الطعام والشراب، بل أنت تخرج إلى الفقير. شوف صارت العكس، أنت تخرج في الأيام العادية، يأتيك الفقير ويسألك من مال الله أو يسألك الطعام أو يسألك الشراب. لا، هذه فرض، هذا من حقه، من حقه عليك، كما أن زكاة المال من حقه عليك. لا تخرجها تفضلا عليك، بل تخرج زكاة المال، هذا واجب عليك، وهو من حق الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كلهم، كل الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. إلا أن صدقة الفطر على القول الراجح من أهل العلم أنها فقط للفقراء والمساكين. هناك قول لبعض العلماء أنها لبقية الأصناف الثمانية، ولكن الراجح أنها فقط للفقراء وللمساكين، لا تعطى لغير هذين الصنفين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين أغنوهم منها، يعني في تلك الليلة يجب أن يغتني الفقير، ويجب أن يفرح، ويجب أن يسعد هو وأبناؤه. يمكن هم بإستراليا، في ملبورن أو في بعض الدول الأوروبية والأجنبية، لا يحتاج الإنسان. يا أخي دعوا الماء الآن رجاء، ما أحد يوزع ماء، دعوا الماء لبعد الكلمة. دائما ما شاء الله، يعني الأخوة يريدون خيرا، كما قال الصحابي يا عبد الله ما أردنا إلا خيرا، فقال كم من ولد من خير لا يدركه، يشوش على الناس، أنا بتروح الأفكار والأخوة تكون أفكار متصلة معي فرديها. نسأل الله أن يجزي خيرا الجميع. وين وصلنا؟ شفتوا؟ نعم. ففي إسرائيل وغير ذلك من البلدان قد يكون الناس ليسوا بحاجة، ولكن بالدول العربية مثل لبنان أو العراق أو سوريا أو مصر أو الجزائر أو تونس أو فلسطين أو غير ذلك، أو تركيا أو أوزبكستان أو باكستان أو أفغانستان أو غير ذلك من بلاد الإسلام أو الهند، فهم بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى مساعدات. كثير من الناس عندهم فقر، كثير من الناس هم بحاجة إلى هذه الصدقات. لذلك أنت تخرج هذه الصدقات وتعطيها لمن يستحقها، أو توكل من يقوم بإيصالها للفقراء والمساكين. يعني مثلا نحن بالمسجد من الليلة إن شاء الله حتكون طاولة، حيكون في شخص عم يأخذ أي زكاة الفطر، بعد ما ناخذها من جمعة نرسلها إلى البلاد العربية، إلى لبنان أو غير ذلك. بعض الأخوة بيجيبوا طعام، بيعملوا حصص ويخلوا على الفقراء والمساكين. طيب قد يقول يا شيخ الآن نحن سابقين لبنان، وإذا دفعنا هلا يمكن ما يلحقوا، أو كثير من الناس بيجوا على صلاة العيد فيخرجون صدقة الفطر قبل صلاة العيد بدقائق. كيف ما شاء الله ترسلوا دغري مباشرة أنهم يشتروا الحصص ويزرعوا؟ نحن يعني ما في إلا وقت قليل جدا. فنقول لهم نحن في كل عام نقدر قيمة معينة، مبلغ معين من المال
ونوكل الأخوة في لبنان مثلاً وأحيانا في العراق وغير ذلك يعني أخرجوا بهذه القيمة. يعني مثلاً السنة الماضية قلنا لهم حضروا قصص ب$5,000. السنة كذلك أرسلنا لهم اليوم قلنا لهم حضروا قصص بقيمة $4,000 أو $5,000 مثلاً. فهم يجهزونها وليلة العيد أو صبيحة يوم العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين يذهبوا إلى الفقراء ويعطوهم هذه الحصص. فأنت عندما تدفع تكون إيش الحصص مجهزة وأحيانا قد تكون توزعة. عرفت كيف؟ فأنت لما تدفع أو تجي قبل العيد تدفع فبتكون الريدي تقول باللغة الإنجليزية الحصص مجهزة عم تتوزع. الآن زكاة الفطر أو صدقة الفطر ما هي؟ هل تخرج مالا؟ هل تخرج طعاما؟ ما قيمتها؟ كيف نقدرها؟ يقول ابن عمر كما جاء في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين عبد حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعر. وروايات كثيرة جدا كما جاءت في السنن رواها أبو سعيد الخدري وغيره قال كنا نخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر وغير ذلك. الشاهد أن الراجح من أقوال أهل العلم لأن للعلماء قولان في هذه المسألة. بعضهم من أجاز أن تخرج مالا وبعضهم قال لا تخرج إلا طعاما وهو هذا الراجح والأرجح أن صدقة الفطر لا تخرج إلا مالا وهكذا كانوا يخرجونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شو أنا طعاما؟ لا طعاما. وهكذا كانوا يخرجونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخرجونها مالا بل كانوا يخرجونها طعاما وكان طعامنا كذا. فيجوز لأهل كل بلد شو عندهم طعام تأتي من هذه الطعام الموجودة في تلك البلد وتخرجها. هذا أول شيء تخرج طعاما. كم مقدار الطعام؟ كان يقول الصحابة كنا نخرجها صاعا من طعام صاعا من طعام. طيب معناه ذلك أنه صدقة الفطر تقدر وتحسب بالكيل وليس بالوزن. صاعا شو هو الصاع؟ قال أهل العلم الصاع هو 4 حمداد المد هو يعني ملء كفين الأيدي متوسط الكفين يعني متوسط ما يدين كبيرة ولا يدين صغار متوسط الكفين. هذا مد تأتي مثلا إلى الزبيب أو الشعير أو إلى غير ذلك فتأخذ حفنة يعني من تمر أو إلى آخره. هذا اسمه مد. 4 حمداد هي صاع تقدر تقريبا بالكيل بالرطل العراقي 5 أرطال وثلث يعني أي يساوي ما يساوي 4 حمداد. هذا هو الصاع. قدره بعض أهل العلم بحوالي تقريبا 3 كيلو ما يقارب 3 كيلو أقل شوي أقل شوي لأنك أحيانا إذا أنت حملت تمر غير ما تحمل الطحين طحين خفيف ما فيك تحمل يعني الوزن يختلف. لذلك عندما تخرج هذا النوع من الطعام لابد أن يقدر إيش بملء إيش بملء الكفين 4 × 4 يعني حتى يأتي صح. الشاهد أنه يقارب حوالي 3 كيلو يزيد قليل أو ينقص قليلا. هذا مقدار زكاة الفطر. طيب على من تجب؟ تجب على من ملك قوت نفسه وأهله وعياله يوما وليلا. يعني أي إنسان يمكن هان يكون الأمر غريب طبعا الإنسان ما شاء الله عنده أكل بالبيت وبالبراد منهم عارفين قديش يمكن قوت شهر حاطينهم على جنب بدهم يكبوها يعني الآن يروحوا بيفطروا الأكل كله بتلاقي صحن مليانة بيحطوها بالزبالة أو بيجمعوا ما تبقى من طعام يرموه. يعني وخيرهم وأفضلهم من يضعه للطيور هذا جيد أحسن يرميه بالزبالة طعام للعصافير. وهناك وقف من الأوقاف الإسلامية أوقفت فقط
لإجماع أو لتجميع الطعام المتبقي في بيوت المسلمين حتى يطعم منها من؟ يطعم منها الطيور والحيوانات والسباع. الشاهد هذا أفضلهم أنه يضعها للناس، يضعها للحيوانات. المهم من ملك قوت يومه وعياله وزوجته يوم ليلة، إذا زاد عنده مقدار صدقة الفطر فإنه يخرجها. هذا بالنسبة على من تجد رؤية الفطر. كذلك الآن الجواب على سؤال، طيب متى وقت يا شيخ؟ وقت زكاة الفطر الوقت المفضل هو صبيحة يوم العيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض الصحابة أنه أمرهم أن يخرجوها قبل ذهابهم إلى المصلى لأداء صلاة العيد. ولكن هي تجب متى؟ تجب عند غروب، عند غروب آخر يوم من رمضان. يعني إذا كان آخر يوم من رمضان، إذا نحن صمنا 29 يوم، 29 يوم بكل يوم الاثنين، إذا غربت الشمس يوم الاثنين وجبت زكاة الفطر على من كانت حالته كذلك، إنه ملك قوته وقوت عياله يوم وليلة. طيب إذا إنسان أسلم قبل غروب الشمس نقول له تجب عليك زكاة الفطر، إذا أسلم بعد الغروب لا تجب. إذا امرأة ولدت قبل غروب الشمس ولو بلحظة نقول وجب على الأب، على الرجل، على المرء أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الجنين. طيب إذا بعد الغروب لا تجب. وعلى كل حال بالنسبة للجنين يعني استحب أهل العلم أن يخرج الإنسان كذلك صدقة الفطر عن جنين كما فعل عثمان رضي الله عنه. الشاهد وقت الوجوب إذا تزوج الإنسان قبل الغروب يجب أن يخرج عن زوجته، لكن بعد المغرب لا يجب إلا عن المغرب. الشاهد تجب زكاة الفطر بغروب الشمس، بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، وله أن يخرجها من بعد ذلك إلى قبل صلاة العيد. طيب إذا واحد أداها بعد صلاة العيد، يقول النبي، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أي طعاما للمساكين، فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي هي صدقة كتلك الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، وليست الصدقة التي هي فرض صدقة الفطر وزكاة الفطر. واضح الفرق بينهما؟ بس هذا ما يعني أنك إذا أنت تأخرت ومدفعت جيت بعد صلاة العيد تقول خلاص راح زكاة الفطر، لا أخرجها. يعني هي مقبولة إن شاء الله أنه كونها صدقة من الصدقات وإن كانت لا تعتبر. أما إذا كان يعني زكاة الفطر، أما إذا كان إنسان معذور يعني لعذر ما أخرها، أخرها لعذر ما، يعني نقول له أخرجها بعد الصلاة ولعل الله سبحانه وتعالى يرجى إيش أن يتقبل منك وأن تكون صدق، يعني أن تقبل منك زكاة فطر. كما لو يعني أخر الإنسان الصلاة المفروضة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأحيانا الإنسان قد يعني يتأخر بعذر من أداء فرض أو واجب معين ثم يقوم بأدائه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إذا كان الإنسان عنده سؤال حنأخذ سؤالين أو ثلاثة قبل الصلاة وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ بصلاة العشاء. حد عنده سؤال؟ لعلي يعني زاوية من الزوايا ما أخذ عليها. كثير من الناس يعطوها فلوس لمن؟ هذه لبعض المؤسسات أو جمعيات الخيرية أو جمعية الإسلامية. أنت الأصل عندما تعطي تلك المؤسسات أو هذه الجمعيات عندما تعطيها إذا كانت هي تقبل وتأخذ المال حتى تخرجه زكاة فطر بالوكالة عنك، هي تحمل يعني إثم التأخير. الأصل أنت عندما تدفع لها، إحنا الآن عم نأخذ زكاة الفطر وصدقة الفطر، ما
نحن بقى المواكلين انه ايش نبعثها ونهيئ ونرتب الامور حتى تخرج في الوقت الافضل والاحسن الذي ذكره الصحابه رضي الله عنهم. وكانوا يخرجونها يعني احيانا قبل العيد بيوم او يومين، وهذا الشيء الذي فيه سعه ان شاء الله ورخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى تكون لزكاه الفطر او صدقه الفطر وقت اكثر. لذلك يسن تاخير صلاه عيد الفطر بخلاف عيد الاضحى، يعني يسن تاخيره حتى يتسنى الانسان ان يذهب ويذبح وياكل من اضحيته. اما زكاه الفطر يسن تاخير صلاه عيد الفطر حتى يخرج الناس صدقاتهم. طيب، في سؤال اخر؟ هل عنده سؤال يا اخوي؟ طيب، نكتفي بذلك ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.